السلام عليكم اخوان الكرام، وياكم اخوكم احمد الشيخ. اسبوع موفق للجميع يا رب، وان شاء الله الارباح الوفيره. اليوم عندنا ويبينار تعليمي مهم جدا. هذا الويبينار ان شاء الله تستفادون من عنده، مقدم برعايه شركه اكويتي. طبعا شركه اكويتي من الشركات العالميه المرخصه ترخيص بريطاني، متواجدة في كل من بريطانيا ودبي وأمريكا وأرمينيا. اليوم إن شاء الله درسنا من الدروس المهمة جدا. بالأول أحب أعرف أن الصوت واضح، الشاشة واضحة عندكم، حتى نكمل درسنا لهذا اليوم. الصوت واضح إن شاء الله، أتمنى بالتعليقات الموجودة في الأسفل تضع كومنت أنه صوت تمام وكل شيء جاهز، لأن حاليا إحنا على الجو وبدأت الندوة إن شاء الله من الآن. فاللي إذا صوت مو واضح خليه يكتب أنه صوت ما واضح حتى نشوف شنو المشكلة. أما في حال أنه شاشة تمام، صورة واضحة، الصوت واضح، حتى أستمر. وبانتظار الأخوة المتبقين من أجل الحضور إن شاء الله، حتى الكل تستفاد بهذا الكورس العالي الأهمية اللي يشكل أكثر من 0.5% من المتاجرة في سوق التداولات. طبعا كورس عالي الأهمية، هو اللي تبني عليه الاستراتيجية، هو اللي تبني عليه تحليلك، هو اللي تبني عليه كثير من الأمور، لا وهو إدارة رأس المال. كيف تحدد إدارة رأس المال؟ ما هو رأس المال المطلوب للدخول؟ ما هو الستوب لوز المستخدم؟ ما هي نسبة المخاطرة؟ ما هو حجم العقد؟ وإلى آخره. والتطبيق كذلك على الشارت في وضع الستوب بالمكان الصحيح. فالآن أنتظر التعليقاتكم حتى نعرف أن الصوت واضح وكل شيء تمام. بالكنترول أخ محمد يقول كل الصوت والصورة واضحين، تمام. أوكي، الصوت واضح والصورة واضحة. نكمل الآن الويبينار التعليمي إن شاء الله. أوكي سأل محمد، الصوت واضح إن شاء الله، كل شيء تمام. يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. أخوان الكرام، عناصر رأس المال، عناصر رأس المال من أهم الخطوات اللي لازم تفهمها عند دخولك بهذا السوق، سوق التداولات. وخصوصا احنا نتعلق اكثر بسوق الفوركس، اي سوق العملات، هو عناصر رأس المال، تحديد إدارة رأس المال. ويجب ان تكون هذه الإدارة إدارة صارمة. شنو معنى ذلك؟ انت لازم تتحمل، لازم تعود نفسك على طبيعة انه هذا السوق سوق متقلب، شديد التقلب وعالي الخطورة. أي شركة عند التسجيل، بعض الشركات تقريبا أنه تذكر لك أنه هذا سوق عالي المخاطر وأنه رأس مالك في خطر. شنو معنى هاي العبارة؟ لما تذكر هاي العبارة أو هي المتعارف عليها، رأس مالك في خطر، لازم تفهم أنه في لحظة من اللحظات أنه ممكن أن رأس مالك تخسره في الكامل، ما سامح الله. فأنت لازم تفهم إدارة رأس المال، واضح؟ طبعاً إدارة رأس المال راح تحولك من مبتدئ إلى متوسط الخبرة، ممكن إلى خبير وإلى محترف. على ضوء ذلك دائماً إحنا نركز على نسبة المخاطرة. وضعت لكم جدول إن شاء الله راح تطلعون عليه وراح تفهمون أكثر وأكثر. هذا الجدول خليه رافقك طول حياتك التداولية، وإن شاء الله من راح تكون متداول محترف إن شاء الله ما تحتاج إلى هذا الجدول. ليش؟ لأن أنت بعد خلاص فهمت شنو هي نسبة المخاطرة، شنو هو إدارة رأس المال بصورة صحيحة وإلى آخره. أهم نقطة اللي لازم تفهمها يا أخي العزيز، وهي اعترافك بالخسارة
واضح؟ اعترافك بالخسارة، كما أنت تعترف بالربح لازم تعترف بالخسارة. ليش؟ لأن الفوركس هو عبارة عن تجارة، التجارة ربح وخسارة، ما في شيء، ما في أي مشروع بالكون إذا ما في خسارة. ما تتعلم تربح إذا ما تخسر، واضح؟ فأنت هذا درسنا. أما تقرر خلاص إنه أنا أعترف بالخسارة، نكمل موضوعنا. ليش؟ لأن إنهاء إدارة رأس المال، إدارة رأس المال معناها في خسارة في ربح، لكن يكون نتيجة الربح أكثر من الخسارة، تمام؟ استخدام أمر وقف الخسارة أحد أهم الأدوات الفعالة والتي تلعب دورا هاما في إدارة رأس المال، فأمر وقف الخسارة يجنب المتاجر التحركات العنيفة في السوق. شنو معناه؟ أنت من بديت تخلي أمر وقف الخسارة وفق نسبة مخاطرة اللي راح نشرحها بعد قليل، واضح؟ بعض الاخوان يقولون استاذ احمد انه انت دائما الستوب مالتك بعيد. ليش بعيد؟ الستوب بعيد حسب خطة إدارة رأس المال اللي انا ادخل بيها. هاي نقطة. النقطة الاخرى انه الستوب لوز ما بالممكن انه انا اضعه بفارق قليل عن السعر. ليش؟ لان انت تتداول مع السوق عالي السيولة، معدل البيع والشراء في اليوم يزيد اكثر من 5 تريليون دولار. يعني انت بهاي اللحظة بالامكان ان يضرب الستوب بكل سهولة. ليش؟ لان انت خلي الستوب لوز بفارق قليل جدا على سعر افتتاح الصفقة. هذا الشيء غلط، هذا الشيء غلط في بعض المعتقدات اللي متعارف عليها انه الستوب قليل والتيك بعيد والى اخره. لا حبيبي، عندك شيء اسمه نسبة مخاطرة. تحديد امر وقف الخسارة يوضع بعناية ووفقا لحجم المخاطرة، ركزت وياي، التي يمكنها أن يتحملها المتاجر. فإذا تحرك السوق في الاتجاه المعاكس لصفقتك فإنك لن تخسر أكثر مما قمت بتحديده باستخدام أمر وقف الخسارة. ركزت على هذه النقطة المهمة جدا، أن وقف الخسارة يوضع وفق لحجم المخاطرة، واضح؟ شنو معنى حجم المخاطرة؟ نجي تحديد نسبة المعرضة للمخاطرة من رأس المال في الصفقة الواحدة اللي هي الريسك بالنسبة المئوية، هي نسبة الأموال المعرضة للفقدان من الحساب في حالة خسارة صفقة واحدة والتي يمكن أن يتحملها المتاجر. هنا عزيزي المستمع، حتى نبدي خطوة خطوة، استخدام أمر وقف الخسارة هذا شيء لازم تستخدمه لا محال، لكن متى تستخدم هذا الأمر وقف الخسارة؟ لما تجي تحلل، ركز وياي، حتى تعتمد على نفسك وتطور مهاراتك، تعتمد على نفسك وتطور مهاراتك. إدارة رأس المال من العناصر المهمة بعد التحليل، بل هي الأساس في سوق التداولات، وتشكل أكثر من 70 إلى 80%. أي نجاح تحليلك يعتمد على إدارة رأس مالك. هاي نقطة. وأنت كمتداول بهذا السوق لازم تفهم أمرين، أنه أنت لما تدخل بسوق التداولات هناك صنفان. الصنف الأول متداول بعيد المدى كمستثمر، متداول قريب المدى أي انتر داي أو سكابلينج إلى آخره. أفضل طريقة طبعا هو كمستثمر أنه تأخذ الفورست كمشروع مستثمر، واضح؟ تدخل بمبلغ مناسب. تخيل أنه لما تتاجر مبلغ كبير راح تحس بفرق لما تتاجر مبلغ صغير. على سبيل المثال أنه أنت قررت تدخل بسوق التداولات بحجم رأس مال 10,000 دولار، أوكي؟ 10,000 دولار. إحنا المواطن العربي، المواطن العربي وخصوصا يعني العرب، لما يطرحون عليه موضوع فتح مشروع كان يكون فتح محل مواد غذائية، تمام؟ مواد غذائية، أي شيء من قبيل آخر، إنه عليك دفع 20,000 دولار سوبر ماركت، أي شيء سوبر ماركت، وإنه معدل الربح بالشهر 200 دولار وأنت دافع 20,000 دولار، واضح؟
$20,000. لما أنت تكون دافع $20,000 وأنه يقترح عليك أنه تكون الأرباح $200، أنت مباشرة إن راح توافق. زين أوكي، زين أنت لما تدخل بسوق التداولات وسوق عملاق، سوق عملاق جدا، معدل السيولة باليوم 5 تريليون، ليش أنه أنت تريد تكون الأرباح خيالية؟ توضع $500 تريد الأرباح تكون أكثر من $1,000. هذا الشيء ما معقول، هذا الشيء غير منطق، يعني أبدا 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 مو منطقي. لما تكون رأس مالك كبير أرباحك مناسبة، أرباحك مناسبة، مو معناه أنه أنت كل ما يكبر رأس مالك تعلي اللوت، لا، هذا الشيء خطأ خطأ خطأ. ذكرت لكم تحديد نسبة المعروضة للمخاطرة، عندنا ثلاث أنواع. المتاجر على المدى القصير 1%، ركزت وياي، 1%، لما أنت تنوي أنه تكون على شكل مضارب سكابلنج، 1% لازم تخاطر بحسابك. صدقني صدقني، طبق هذا الشيء، وإذا خسرت فهي مشكلة بيك أنت. ليش؟ لأن هذا شيء نادر الخسارة، بس صعب جدا إنه الإنسان يتحكم بعاطفته. بس إذا استمريت على هذا المنوال وعودت نفسك على إدارة رأس المال، ما راح تخسر، ما راح تخسر نهائيا. هسه يجي شخص، أولا شوف حبيبي، الخطأ الكبير إنه أنت لما تتاجر والتاجر بخطورة عالية، تلاحظ إنه تضع الستوب لوس قريب جدا من السعر، مجرد حركة سريعة يضرب الستوب، وبعض الاخوان ضرب الستوب وكذا، وشركه كذا، شركه نصابه ضربت الستوب كذا، مو هو بهذا الاثناء تكون حركه جدا قويه. تخيل جميع البنوك، جميع المؤسسات، جميع رؤوس الاموال هي تدخل لحظه صدور الخبر، فانت كيف تشكل نسبه 2% من سوق التداولات وتسمى متداول تجزئه؟ اي مهما كان راس مالك انه انت ما تحرك السوق نهائيا. حتى تطور نفسك أكثر وتشوف نفسك أنه أنت بيا مكان من هذا السوق، لازم تحترم أداة رأس المال. 3% المتاجر على المدى المتوسط، من 5 إلى 10% المتاجر على المدى الطويل، السوينج أو كاستثمار. واضح؟ هسه شرح، نجي تطبيق، نكمل. فعلى سبيل المثال، إذ كان حجم الحساب 10,000، واضح؟ ركز وياي على هذه النقطة. إذا كان رأس مالك $10,000 وقد قمت بتحديد نسبة المخاطرة 2%، قررت أنه أنت الآن تدخل في سوق التداولات، تدخل بهذه الصفقة بنسبة مخاطرة 2%، إذا فإن حجم الأموال المعرضة للخسارة تحسب كالتالي. نجي، حجم الأموال المعرضة للخسارة يساوي النسبة اللي أنت حددتها اللي هي 2 تقسيم 100 في حجم الحساب. معنى ذلك يا عزيزي، حجم الأموال المعرضة للخسارة يساوي 2 تقسيم 100 في رأس مالك اللي هو 10,000، تطلع عنا نسبة المخاطرة $200. شنو معنى نسبة المخاطرة $200؟ على سبيل المثال انه انت حللت كذا زوج ليكن اليورو دولار، حددت انه هذه الصفقة تكون بيع، نسبة المخاطرة لهذه الصفقة هي 2%. اقصد صفقة واحدة الى الان، صفقة واحدة 2%. تجي حددت انه تدخل بيع، دخلت بيع، زين هذه الصفقة لازم الها نهاية، لازم إلى نهاية، أما ربح أو خسارة. لما تكون ربح خير على خير، لما تكون خسارة إشقد أنت بخاطر برأس مالك؟ 2%. تجي إشقد رأس مالك؟ 10,000. إشقد نسبة المخاطرة؟ 2%. 2 تقسيم 100 في 10,000 $200، يعني لما تصل الخسارة إلى $200 خلاص تغلق الصفقة، كل شيء ينتهي. تمام؟ نجي
على سبيل المثال تطبيق على الشارت ونشوف شنو يعني احنا نحدد نسبة المخاطر على ضوء رأس مالنا، واضح؟ نجي بسم الله. على سبيل المثال احنا قررنا على زوج اليورو دولار، واضح؟ على زوج اليورو دولار. ايش قد رأس مالك حاليا؟ 10,000 دولار. 10,000 دولار. انت قررت تدخل بلوت ستاندر، على سبيل المثال لوت ستاندر. حاليا احنا نحكي على هذا الموضوع بس بعد ما نشوف الشارت اكو جدول راح اوضح لك اياه تمشي عليه. هذا الجدول دائما اكرره وما انساه نهائيا طول حياتي. تجي على سبيل المثال انه انت تريد تفتح صفقة، اوكي؟ تجي فتحت عندك صفقة زوج اليورو دولار، حددت تيك بروفيت. ركز وياي، انت حددت تيك بروفيت مالتك ليكن 20 نقطة، واضح؟ 20 نقطة. انت شقد ناوي تخاطر برأس مالك؟ شقد ناوي تخاطر برأس مالك؟ تخاطر برأس مالك بهذه الصفقة لوت ستاندر تخاطر 2%. تجي تفتح الحاسبة، 2 تقسيم 100 طلع لك 2%، تضربها في 10,000 اللي هو رأس مالك، يعني 200 دولار. بما انه احنا صفقتنا بيع، تجي تصعد وانت لو تستندر الى الاعلى 20 نقطة. لاحظ 20 نقطة لهذا المستوى، هذا هو، لاحظت؟ هذا هو 2%، اي خسارة 200 دولار، 2%، واضح؟ 2%. زين انت تجي حاليا، تجي مثلا الصفقة بدأت تدخل بربح. ركز وياي على هذه الفقرة المهمة جدا، احنا خاطرنا ب 2%، اي خسارة 200 دولار من رأس مال 10,000 دولار. يعني تجي ايش قد الخسارة؟ 10,000 دولار، يبقى عندك 9,800. شوف حبيبي، تجي هنا مثلا حاليا الصفقة دخلت بربح، تمام؟ اللوت سايز لما صفقة تدخل بربح، ركزوا على هالفقرة، تضغط ضغطتين على اللوت سايز، تغلق جزء من العقد، تغلق جزء من العقد ليكون نصف العقد، أغلقت على ربح. أنت حاليا صفقة دخلت بربح، واضح؟ احجز أرباحك، احجز أرباحك. لاحظ، رجع الستوب على نقطة الدخول. أمنت، أنت ربحت نصف العقد. في حال استمر بالهبوط وصولا الى الهدف، الحمد لله. في حال انه ارتد وارتفع الى الاعلى، انه انت خلاص حجزت الارباح ووضعت الستوب على خط الدخول وامنت الصفقة. احد طرق ادارة رأس المال الناجحة، وهي تحريك الستوب على نقطة الدخول، اي لا تحول ارباحك الى خسارة، بل قم بتحريك الستوب لوز على خط الدخول او بالقرب منه. في حال هبوطه اكثر، بالامكان انه انت تنزل اسفل واسفل السعر. في حال حدوث اي ارتداد الى الاعلى، الصفقة تغلق. احنا الان نسبة المخاطرة 2%، اللي اقصده 2%، وانت رأس مالك، يعني تخيل انت رأس مالك 10,000 دولار، واضح؟ وفق خطة رأس المال 2% على المدى المتوسط. انت اما تكون على المدى البعيد، اي كمستثمر، واضح؟ بهذه الحالة شنو اللي تسوي انت؟ تختار من 5 إلى 10%. من تختار من 5 إلى 10%، وعدنا احنا خطة ادارة رأس مال راح اشرح لكم عليها. شنو هاي الخطة؟ نجي خط رقم 3، اللوت سايز. كيف نتحكم باللوت سايز حتى تكون صفقاتنا في امان ويكون رأس مالنا في امان؟ عفوا، اللوت سايز مهم جدا في تحديد
إدارة رأس مالك. نجي ركزوا على هذا الجدول المهم جدا. شوف حبيبي، طبعا اللي أمامكم لما يكون رأس مالك 100 دولار، 100 دولار، شنو اللي أنت تسويه؟ شنو اللي تسويه؟ شنو الحجم اللوت اللي تفتحه؟ هو 0.01، عدد الصفقات المسموح بها صفقة واحدة، حجم اللوت أو حجم العقد 0.01، نسبة المخاطرة 5%، لما تصل الخسارة إلى 5 دولار خلاص تغلق الصفقة. بعض الأخوان لما يطلب طريقة إدارة رأس المال وهو حجم رأس مال قليل، هذا الشيء اللي هو يخليك تمشي بالسوق. لما يكون رأس مالك 100 دولار خلاص لازم بكل الطرق انه انت تطبق هذا الإدارة. صح مملة، بس انت راح تعلمك على كثير امور، منها يا عزيزي الصبر، عدم الطمع، احترام السوق، احترام رأس مالك، يعلمك على طرق التحليل الصحيحة، ينجح تحليلك. ترى اللي يخليك تفشل بهذا المجال هو عدم ثقتك باستراتيجيتك. هذا السوق متغير متقلب، معنى ذلك يا عزيزي لما يكون السوق متغير ومتقلب معناه ان السوق في تطور. يعني انت لما تصنع استراتيجية خلاص هذه الاستراتيجية لازم تطورها، ما تبقى على حالها. معنى ذلك بديت انت تبدي بالشكل الصحيح، فجأة تقلب السوق، هذا يعني في خلل بناء الاستراتيجية، ترجع تراجع نفسك وتشوف شنو سبب هذا الخطأ اللي صار. الخطأ اللي صار ممكن يكون سوء إدارة رأس المال، وتستمر في البحث عن استراتيجيات وتجد استراتيجية مرة مرتين ثلاثة تصيب معك، المرة الرابعة خلاص بتكون فشلت، ترجع مرة أخرى وتودع وكذا وكذا إلى أن أولا يعني ماديا تنتهي، ثانيا نفسيتك تتدمر، ثالثا ما عندك ثقة بنفسك. فأنا أتمنى إن كنت أنت مبتدئ أن تطبق اللي جاي أخبرك به، وصدقني ما حد بهذا السوق أول ما بدأ إذا ما خسر، بس إحنا نريد ننقل هذه الصورات للأخوة المبتدئين حتى لا يعيدون هذا الغلط. واضح؟ أول ما بدينا بهذا السوق ما توجد أي استراتيجية، لا توجد أي خطة رأس مال، شنو اللي صار؟ خسرنا ومرة أخرى خسرنا، بعدين فهمت أنه هذا السوق ليس بالسهل، مع العلم هو هذا اختصاصي، لكن ليس بالسوق السهل، ما بالإمكان أنه أنت بليلة ويوم أنه تحقق الملايين مثل ما تدعي بعض الشركات، ما مثل ما يدعي بعض الوكلاء، سجل معنا وأحصل على توصيات وسوف تحصل كذا وكذا، وتركب سيارة لامبورغيني وتسافر أقوى الدول ومدري كذا وكذا، ما أحلام، هذا كله أحلام وردية يخليك توضع المال، ولما توضع المال ينهي عليك. هو ما ينهي عليك، هو يعني هو يفتح حسابك أو كذا من بعض الشركات، هذا شيء موجود لا يخلو أبدا أنه بعض الشركات تتحكم بالصفقات وتغلق وكذا وكذا، خصوصا إن كنت مبتدئ، بس أنه تعيشك بالأحلام. كيف تعيشك بالأحلام؟ سوء إدارة رأس المال. شو هي سوء إدارة رأس المال؟ أنه تفتح حجم عقد أكبر من رأس مالك. واضح هذا النقطة؟ نجي نكمل. رأس مالك 100 دولار، حجم اللوت العقد 0.01، عدد الصفقات مسموح بها صفقة واحدة. لازم تقتنع حبيبي، أنا قبل شوي ذكرت أنه أنت اقترحوا عليك مشروع بقيمة 20,000 دولار وبربح شهري 200 دولار،
كيف انت توافق على هذا المشروع ولما تدخل سوق الفوركس تود اداء $1000 وبنهاية الشهر تريد تكسب $1000؟ هذا الشيء منطق مو منطق نهائيا. يعني انه تضع $1000 وتريد راس الشهر $1000، هذا شيء انساه. شوف يصير مرة مرتين ثلاثة، بس الرابعة ياخذ هاي المرة الاولى والثانية والثالثة. صدقني انا بهذا السوق لمدة 5 سنوات، وكيل اكبر شركات وعندي كثير من عملاء، وهاي حالتهم النفسية انه المتداول اذا خسر بالاول ومرة ثانية مرة ثالثة فراح تستمر به الخسارة. اذا اخذ النصيحة واستمر خلاص خير على خير، والا فهو من الخاسرين. الا وهو من الخاسرين. فانت يا عزيزي اللي اريده منك تلتزم بهذا الخطة. قررت انه تدخل بسوق الفوركس ب $200، عدد الصفقات اللي لازم تفتحها 0.01 صفقة واحدة، 0.01 نسبة المخاطرة 5%، وصول الخسارة 10% تغلق الصفقة. نجي $300، 0.02 عدد الصفقات المسموحة صفقتين، أما تدخل ب 0.02 صفقة واحدة أو تدخل 0.01 صفقتين نسبة المخاطرة لجميع الصفقات. هذه نسبة المخاطرة لجميع الصفقات، ليس لصفقة واحدة بل لجميع الصفقات، وهي 5%. احنا نجي حاليا حتى نبدي نطبق ونشوف وضعنا اللي هو بالشكل الصحيح. على سبيل المثال $10,000، $10,000، حجم العقد اللي تفتحه 0.20، عدد الصفقات 5، تجي 5 و0.20 تفتح 4 صفقات، يعني حجمها 0.05 0.05 0.05 0.05، وإذا كانت 5 صفقات بالإمكان صفقة تكون 0.03 والأخرى 0.02 والباقيات. يعني المهم أنه ما تتجاوز أكثر من 5 صفقات. واضح؟ ليش؟ على سبيل المثال قررت تدخل أنه أنت صفقة بيع، عكس عندك السعر وبعدك أنت ما واصل نسبة المخاطرة اللي هي 10%. نجي نطبق، شوف ولاحظ كيف رأس مالك يتحمل، وكيف انه انت لما تكون مقتنع بإدارة رأس مالك ومقتنع بدخولك للصفقات صعب الخسارة بهذا السوق. نجي على سبيل المثال احنا 0 بوينت رصيدك عفوا $10,000 اللي هو موجود حاليا كما هو، اعتقد الصفقة اغلقت، طبعا السعر ارتد الى الاعلى. واضح؟ ركز وياي، انت خرجت طبعا صفقات رابحه، ليش؟ غلقنا نصف العقيد وخلينا الستوب قريب على السعر. تجي راس مالك $10,000، 0.05، واضح؟ هذه الصفقه 0.05 بعت، تمام؟ نجي خسارة 10% من رأس مالك، يعني 10% من رأس مالك لازم تكون خسارة $1000. واضح؟ $1000. نجي مثلا انت اختاريت زوج اليورو دولار. دائما دائما ركزوا يا عزيزي، دائما لا تكثر من عدد الأزواج. واضح؟ قررت انت مثلا يورو دولار واختار زوج اخر، واضح؟ تجي تيك بروفيت مالتك ليكن اعلى من 50 نقطة. اوكي، شوف شوف الادارة الصارمة، لما تكون خسارتك 10,000 حاليا احنا ما راح نختار 10، ما راح نختار $1000. ليش؟ يعني احنا راح نقسم العقد. واضح؟ هنا أنا وفق الجدول المذكور امامكم 10,000 دولار، الحد الاعلى لللود 0.20، 0.20 نختار 4 ازواج، كون مجموع نسبة الخسارة مالتهم هي 10
بالمية، يعني كل زوج خسارته شقد؟ 250 دولار. واضح؟ 250 دولار. والله انت تقول لا انا راح اختص فقط بزوج اليورو دولار، فقط بزوج اليورو دولار، خلاص زوج يورو دولار والدولارين على سبيل المثال، مو معناه انه انت تعلي اللوت، لا ركزوا يا حبيبي، ركزوا على هذه النقطة. دخلت وفق تحليل، واضح؟ مثلا انه انت توقعت انه هذه المنطقة هي منطقة مقاومة، هذه المنطقة منطقة مقاومة على سبيل المثال، منطقة مقاومة. لما تشوف المستوى الثاني، مستويات المقاومة، راح تلاحظ انه بفارق شقد؟ 135 نقطة. بالامكان عند هذه المستويات في حال انعكاس السعر من هذه المستويات انه انت تدخل شنو؟ بيع اخر، تدخل مرة اخرى بيع. لنجي على سبيل المثال انه انت في حال وصول السعر لهذه المستويات، ايش قد راح تخسر من رأس مالك؟ ركز وياي، انت هذا خط السعر الى الاعلى، الى الاعلى، ايش قد خسرت؟ 71 دولار في حال وصول السعر الى هذا المستوى، 71 دولار لحد الان انه انت داخل 0.05، بهذا المستوى انت خسرت 71 دولار. خلاص انه انا بعدني السعر بعد قريب، وانا قررت انه في حال وصول هذا المستويات ابيع مرة اخرى. يعني من هذا المستوى تخلي مثلا امر معلق سيل، تمام؟ هل يا ترى يعني السوق يتحرك بهاي الحركة جدا قوية خلال اليوم ويصل الى هذا المستوى ويستمر بكسرة وبالارتفاع الى الاعلى؟ هذا شيء نادر الحدوث إلا في حدوث أزمات، حدوث انتخابات، خطابات حادة، قرارات صارمة وإلى آخره، يعني أقصد بقوة. لما يكون حجم رأس مالك مناسب ولوتك مناسب مع حجم رأس مالك، لا وجود أي خسارة. ركز فيها، يعني أنت لما تدخل 0.05 اليورو دولار وقررت أنه لما يحدث انعكاس أنه أنا ما أبيع، مجرد انه وصل 10 20 30 40 نقطة، لا، انتظر مستويات اخرى لتكن دعوم او مقاومات وفق الصفقة اللي داخلها انت. هذا يعني انه انت دخلت وفق خطة مرسومة، خطة صحيحة. لا يوجد شيء اسمه الارقام في الدعوم والمقاومات. الدعوم والمقاومات عبارة عن مستويات. تحديد الستوب لوز، لما احنا نحدد الستوب لوز على وفق نسبة مخاطرة، لاحظ صح فرق اكثر من 100 نقطة بس انا مرتاح. ليش؟ لان رأس مالي مناسب والحجم اللي فاتحه مناسب جدا. بس انت لما تفتح لو تستندر عالي جدا، لو تستندر في حدوث وصول السعر من هذا المستوى الى هذا المستوى وانت فاتح لو تستندر، راح تكون خسارة كبيرة، خسارة كبيرة. ليش؟ راح تتقيد بزوج واحد. تجي مثلا على سبيل المثال الدولارين، على سبيل المثال الدولارين، انا جاي اوضح لك، شاهد امامك، جاي اوضح لك عندك الترند هابط او شكل قناة تم كسرها، واضح؟ استمر الزوج بالصعود، تنتظر يعيد اختبار هذه المنطقة، وفي حال انه تجاوزها على سبيل المثال وصل الزوج لهذه المنطقة، ركز وياي، وتنتظر يكسرها وتدخل منها شراء، ما في اي مشكلة. نجي احنا 0.05، هاي الصفقة الثانية، دخلت شراء، ركزوا وياي. مثلا قررت انه انت تدخل من هذه المستويات شراء مرة اخرى، شوف تقريبا ايش قد الخسارة؟ خسارة 50 دولار، والخسارة بالنسبة لليورو دولار هنا ليكن 100 دولار، 150 دولار. انت مرتاح، انت مطمئن. استاذ احمد الستوب بعيد،
نجي لمرحلة الستوب لوز. شوف حبيبي، لما على سبيل المثال انه انت قررت تدخل، اترك هذا الشارت حاليا من هذا المكان، اتركه انه غير موجود، واضح؟ قررت انه انت تدخل بيع، وصل السعر الى هذه المستويات، الى هذه المستويات من هذا المكان والى اخره، انه هذا غير موجود، انسى انه هذا الشارت موجود. شوف، قررت انه انت تدخل هنا بيع، المتعارف عليه انه تخلي التيك بروفيت 10 والستوب لوز 5، يعني دخلت هنا بيع، واضح؟ دخلت هنا بيع، ليش؟ وجود منطقة مقاومة، منطقة قوية، ارتد منها السعر أكثر من مرة، مثل ما تلاحظون وصل السعر أكثر من مرة، ارتد وهبط أكثر من 300 نقطة وصولا لهذا السعر. زين، هو شو يسوي بهذا السوق؟ يعرفك أنت إن راح تخلي الستوب لوز بالمكان الخطأ، بالمكان القريب على السعر. شوف، قررت انه انت تدخل هنا صفقة بيع، بعت، خليت الستوب مالتك، شوف هاي، خليته بهذه المنطقة، خليت 10 نقاط، واضح؟ خليت 10 نقاط، انت مباشرة اول ما دخلت خليت 10 نقاط، وقلت يابا انا خلي مالتي تيك بروفيت ليكون 5 نقاط، ليكن 10 نقاط والستوب 20. بس خطأ، الستوب والتيك بروفيت لا يمكن ان يكون مجرد نقاط. يجي شخص ويقول لي ليش استاذ، ليش كذا وكذا. شوف حبيبي، دخلت صفقة، واضح؟ لازم تفهم انه اكو مناطق حالية اللي دخلت بيها، اكو مناطق في السابق اعلى من عندها، دخلت من هذه المستويات، اكو مناطق اعلى من عندها، فلا ترجع تدخل الستوب لوز في نفس هذه المستويات، تجي ترجع الى الاعلى، الى السابق، راح تلقى اكو مستويات اعلى من المستويات اللي قبلها. اذن انا الستوب لوز مالتي لازم يكون اعلى من المستويات، واعلى من المستوى الاخير. لاحظ، وضعت الستوب بهذه المنطقه، يعني تقريبا 29 نقطه. لا، انت من هاي 29 نقطه لازم تخلي اعلى، ليكون عند هذا المستوى. ليش؟ حتى السعر ما يضربه. فتلاحظ انه هو ضرب هذا السعر، لاحظ ضرب هذا السعر، المتداولين المبتدئين واللي ما عندهم خبره مباشره اغلق الصفقات، او صار عنده خربطه او الى اخره، او فتح شراء، وتلاحظ انه هذا السعر ضرب هاي المستويات، وبعد ذلك استمر بالهبوط اكثر من 108 نقطه. هذا يدل على سوء استخدام رأس المال بالصورة الصحيحة، ووضع الستوب لوز قريب. لما وضعت لك نسبة مخاطرة، لاحظ، بهذا المستوى، يجي المبتدئ مثلا على سبيل المثال فتح صفقة بيع من هذه المستويات، يجي وضع الستوب عند هذا المستوى 10 نقاط، هذا بكل سهولة يضربه، بكل سهولة يضربه، واضح؟ بكل سهولة يضربه. بس لما تحط الستوب على هذا المستوى وتعمل صفقة بيع أخرى، ولما توصل مجمل الخسارة، إذا كان رأس مالك 10,000 دولار، مجمل الخسارة 1,000 دولار بمجموع الصفقات اللي فاتحها، هذا الشيء ما نقول نادر الحدوث، لكن صعب الحدوث. يعني تخيل أنه أنت كل ستوب تقريبا 100 نقطة، كل ستوب 100 نقطة، وعمل التبريد، أي فتح صفقة بنفس الاتجاه، بهذا التذبذبات. سوق الفوركس، سوق التداولات بشكل عام، عبارة عن صعود وهبوط، صعود وهبوط، عبارة عن حرف الـ N وحرف الـ W وحرف الـ M. دقيقة أخوان، الصوت واضح، تمام. الآن أخوان، شنو الشيء اللي ما افتهمته؟ عفوا، اللي ما افتهمته، أتمنى أنه
توضعونه في الكومنت حتى نجاوب على هذه الاستفسارات. اللي عنده استفسار يضع الاستفسار مالته بالتعليق حتى نوضح للأخوة المتابعين. بعض الأخوان لو سمحت عيد خطوة قفل جزء من العقد. شوف حبيبي، على سبيل المثال أنه أنت مو فقط أنه في الربح، لا، في الخسارة كذلك. تجي أنت عندك حاليا صفقة، على سبيل المثال اليورو دولار، فاتح صفقة اليورو دولار، تغلط في ربح، اوكي 0.05 فاتح، تضغط على الحجم اللوت على السايز، تضغط ضغطه 0.05، ايش قدر تغلق من عندها؟ على سبيل المثال تغلق من عندها 0.01، حتى يبقى من عندها 0.04 0.01، تختار امور كلوز. كم تبقى من عندها؟ يبقى من عندها 0.04. دقيقة، هاي صفقة اليورو دولار أقصد، واضح؟ 0.04، هذا هو قفل جزء من العقد. أي استفسار أو أي سؤال أنا حاضر إن شاء الله حتى شوف شنو هي المعاناة اللي يعاني من أدها الأخوة المتداولين بالنسبة لإدارة رأس المال، وإن شاء الله عندنا وبنارات أخرى تعليمية. ومثل ما تعرفون أنه أنا منهجي هو التعليم ومساعدة أخوة العرب من أجل النجاح، لأن اللي نشوفه بهذا السوق صراحة سوق لا يرحم، سوق خلق للمتداولين الكبار، سوق خلق لرأس المال الكبير وإلى آخره. أحد الأخوة يسأل هل أقدر أكبر العقد؟ لا، ما يمكن، هو العقد فقط يمكنك تصغيره. يعني ما تخيل أنه أنت ربحت وتريد تكبر العقد، هذا شيء غير موجود. بالإمكان أنه تعزز وتفتح صفقة أخرى لكي تكون أرباح. لازم أنه أنت تفهم إدارة رأس المال، ما بالممكن أن تهملها نهائيا. إن شاء الله حبيبي أن ننزل لك هذه الصورة على التليجرام، ماكو أي مشكلة. بعد أي سؤال أي استفسار، وإن شاء الله استفاديتوا من هذه الندوة التعليمية، والقادم أفضل. وكل الشكر والتقدير للأخ محمد على هذا الدعم المتواصل من أجل إيصال الويبينارات التعليمية المستمرة. هنا أنا بعض الأخوان أستاذ أحمد، الشيء اللي يحصل معي الكثير لما أحجز على نقطة الدخول، زي ما بتقول لما يتحرك السعر 10 نقاط أو حتى 20 نقطة يضرب الستوب ويهبط السعر، شيء عصب. شوف حبيبي، هذا شيء وارد جداً. أنت تقول أنه وضعت الستوب على خط السعر، زين أنت من لما توضع الستوب على السعر بقليل يضرب. لاحظ لما خبرك أنه أنت لازم توضع نسبة المخاطرة، هذا شيء وارد جدا، وارد جدا أنه أنت لما توضع الستوب يوضع على نسبة مخاطرة. ركز أنه أنا حددت فقط صفقتين 0.05 للرصيد 10,000 دولار، أنه خسارتهن تقريبا 100 نقطة، ومية نقطة تكون، لاحظ الستوب لوز 0.04 حاليا، اللي تخليه ليكون 100 نقطة 40 دولار. احنا حددنا 10%، اي خسارة 1,000 دولار. كيفك بهذا الشيء؟ يعني صعب الخسارة تكون او قليلة جدا، وطبعا يكون وفق الدخول
كذلك يكون وفق الدخول على ضوء التحليل. أريد توضيح بين الفرق بين الصفقات التعزيز والتبريد. شوف حبيبي، التعزيز على سبيل المثال أنه أنت قررت تدخل صفقة شراء، واضح؟ وصل السعر إلى منطقة دعم، واضح؟ صفقة التعزيز أنه أنت اشتريت، ليش وصل منطقة الدعم، استمر بالصعود بقوة، عندك أخبار أو تحليلات أخرى تنبه لك أن السعر سوف يستمر بالصعود الأعلى، تفتح صفقة شراء أخرى، واضح؟ لما أنت تدخل حاليا صفقة تبريد، شنو هو التبريد؟ ركزوا بالنسبة للتبريد. شوف حاليا أنا جاي أتداول مثلا وضع على شقد، على فريم الساعة، يعني مستويات تكون متقاربة جدا. على سبيل المثال قررت الدخول من هذه المستويات، قررت الدخول من هذه المستويات صفقة بيع. سوق الفوركس عبارة عن مستويات، ما بالإمكان أنه أنت مجرد ما ارتفع 10 نقاط أو 20 نقطة أنه أنت ترجع تدخل صفقة بيع. لا، انتظر أنه توجد صفقة، توجد مناطق مقاومة، بما أنه هو بيع، مناطق مقاومة أخرى وتدخل صفقة بيع، وكذلك تحدد الستوب مالتها، ومجموع الستوب الأول مع الثاني يكون ما يتعدى 10% من رأس مالك. لو تعدى 10% من رأس مالك خلاص تخرج من الصفقة. يا أستاذ أحمد، ممكن تعيد كيف التصرف مع الصفقة الخاسرة؟ حجز الأرباح أيضا وفق دراسة؟ طبعا حجز الأرباح كل شيء، الستوب لوز، أي أمر من الأوامر الموجودة على منصة الميتريدر أو كل ما هو موجود متعارف عليه يكون وفق دراسة، وفق تحليل. على سبيل المثال أنه اللي أمامنا حاليا مستويات، الأوامر المعلقة اللي تخليها مثلا تجي أنت عندك هذه الأوامر، عندك هذه المستويات اللي هي تكون دعم، مستوى الدعم ممكن تضع أمر باي ليميت، باي ليميت أنه لما يصل هذا السعر إلى هذه المستويات، يعني بالإمكان أنه يكمل لهذه المستويات، هناك مستويات دعم ارتد منها السعر في السابق، فأنا أضع أمر شراء. لما يصل السعر إلى مستوى دعم أنه أنا أضع على سبيل المثال سيل ليميت. ليش؟ وضعته وفق تحليل، وفق خطة. عفوا يا أستاذ، بالنسبة إلى الهدف لازم يكون ضعف الستوب، أرى أن أفضل طريقة لإدارة رأس المال. ما رأيك أستاذ؟ مو أنت حد، إحنا عارفين يعني 10 نقاط في الغالب، بس ثواني أخوان. ثواني أخوان، إحنا عارفين إن السوق يتذبذب بشكل كبير قوي، يعني 10 نقاط في أغلب الأحيان ينضرب. ما دام إحنا داخلين بتحليل وإدارة، ليش ما نخلي السعر يتحرك براحته حتى مثلا يفوت 50 نقطة مثل ما من بعد نجس؟ أوكي، ما في أي مشكلة. أنت لما تعرف ان السوق متذبذب بقوة وانت عندك خطة رأس مال وعندك نسبة مخاطرة ممكن تكون 50 نقطة حسب اللوت اللي انت فاتحه، بس انا الجدول اللي وضعته لك، اللي وضعته امامك حاليا، اللي هذا لازم انه تصير عليه. معنى ذلك انه رصيدك 1000 دولار، حجم الصفقات اللي تفتحها 0.05، اذا كانت صفقة واحدة كم عدد الصفقات اللي تفتحها؟ ممكن تكون 5، يعني 0.01، 5 صفقات، او مجرد صفقتين تفتحها اللي هي واحده من عندهم تكون 0.02 والاخرى تكون 0.03. نسبه المخاطره 5%، اي وصول خساره حسابك الى 50 دولار خلاص تخرج. استاذ احمد، لما تدخل عند مقاومه وصعد السعر الى المقاومه الثانيه وعززت، حبيبي هنا انا عززت، يعني انت لما تدخل عند مقاومة وصعد السعر الى المقاومة الثانية وعززت والسعر رجع للمقاومة السابقة، هل تقفل الصفقة الاولى او تبقى مفتوحة؟ انت وقناتك. لما فتحت صفقتين بيع من المقاومة الاولى، ولما عكس عليك وفتحت بيع من المقاومة الثانية ورجع ارتد وانت ربحت، اكيد راح تربح. لما توصل لسعر الصفقة الاولى انت راح تكون كسبان.
اما تحجز ارباحك للصفقه الثانيه، واضح؟ الصفقه الثانيه، وتغلق الصفقه اللي وصلت الاولى وتخليه يستمر السعر في الربح، او تغلق جميع الصفقات وتقتنع. ومثل ما ذكرتكم، اهم شيء في هذا السوق هو القناعه، هو القناعه. بعض الفيديوهات اللي انشرها اللي يلاحظون انه حجم اللوت اللي فاتحه، بعض الاشخاص يتعلقون: يا استاذ احمد، انت كذا خبره في السوق، كذا خبره في السوق، وانت تفتح يعني 0.10 او 0.05، هاي خلاص قناعه. لازم انت تكون قنوع. انا داخل بسوق عملاق، سوق التحركات فيه تكون قويه جدا، فكيف يعني انه انا اجي اخاطر اكثر من ما يتحمل حسابي؟ ممكن افضل عدد العقود واللوت للدخول الذهب، هو حبيبي مثل ما مذكور عندك بالشارت اللي هو امامك، الرسم البياني. الذهب نصيحتي لك، نصيحتي لك، اما تعمل فقط في الذهب او لا، يعني لا تعمل الذهب وعملات، اختص بالذهب، يكون اقتصاد فقط بالذهب. ولما تدخل في الذهب لازم يكون شو رأس مالك أعلى من 5000 دولار. وبالنسبة للذهب أكيد الهامش أكبر. ليش يكون هامش أكبر؟ لأن فرق السبريات يكون عالي، فطبيعي جدا أنه يكون حجز الأرباح كذلك لازم يكون أكثر من 5 إلى 6 نقاط وإلى آخره. بس انت الذهب يعني شيء صعب صراحة. ليش؟ اساسيا الذهب يتقلب بصورة سريعة جدا، يعتبر من الملاذات الآمنة، يعتبر من الملاذات الآمنة. ودائما اللي يدورون بالذهب يعني صراحة يفتحون عقود كبيرة جدا، يفتحون عقود كبيرة جدا، وخسارتهم تزيد اكثر واكثر. فانت اختص بزوج آخر ليكن يورو دولار. شو المشكلة اليورو دولار؟ شو المشكلة بالدولار ين؟ شو المشكلة بالاسترالي دولار؟ شو المشكلة بالمجنون؟ شو المشكلة بالباوند دولار؟ جميعهم زي الذهب. يعني الذهب في حال ارتفاعه يعني الدولار ضعيف، خلاص حاليا اليورو مرتفع، تروح على الذهب تلقاه شو مرتفع. دولار ين ملاذ آمن، الذهب ملاذ آمن، وإلى آخره. استاذ احمد، ممكن تفاصيل الصفقات اللي نفتحها براس مال 1000 دولار؟ شوف حبيبي، رصيدك 1000 دولار، 0.05 تفتح، عدد الصفقات 5، 0.05 التقسيم 5، 5 صفقات، كل صفقه حجمها 0.01. ليكن زوج المجنون، ليكن زوج اليورو استرالي، ليكن زوج اليورو كندي، ليكن زوج اليورو دولار، ليكن زوج مع الدولار ين، معناه 5 صفقات، كل صفقه حجمها 0.01. في حال ما سمح الله جميعهم خسروا، وهذا الشيء يعني صعب جدا انه جميع الصفقات تخسر وهم ازواج مختلفة، ونسبة الخسارة توصل اكثر من 5% وتغلق، صعب جدا. احنا نشتغل بنسبة مخاطر في بعض الاحيان، اقول ممكن اصحى الصبح ويكون انهيار العملة بسبب كارثة او عدم استقرار سياسي، هل ممكن يعكس السعر بشكل كبير؟ يعني تصحى تلاقي انعكاس 400 نقطة. زوج المجنون حبيبي معناه جي بي بي جي بي واي، يعني الباوند بالنسبة للين، يسمى المجنون. هذا الخطأ الكبير يا حبيبي، هذا الخطأ الكبير، انه انت لما تدخل بنسبة مخاطرة لاحظت وانعكس عندك، صحيت الصبح لقيت عاكس عندك 400 نقطة وانت داخل بنسبة مخاطرة، لم حدد ستوب لا امور اخرى، لا داخل وفق خطة، شيء اكيد 100% يحدث عندك انهيار براس مالك. فنصيحتي لك، نصيحتي لك، استخدم خطه راس المال الصارمه اللي هي امامك، استخدمها حتى تنجي نفسك من الخساره. ليش سمى المجنون؟ لان تحركاته جدا قويه، معدل السيوله به عالي، يصل اكثر من 150 نقطه في بعض الاحيان، وخصوصا في حال وجود بيانات اقتصاديه متعلقه بالباوند، كالبيانات التضخم وبيانات اسعار المستهلكين وبيانات الفائده وبيانات التوظيف والى اخره، فتكون حركه جدا قويه. بالاضافه الى انه الين من العملات الملاذ الامن، فتلاحظ حركتها جدا قويه تكون.
أي سؤال أي استفسار قبل أن ينتهي الويبينار. بعد 5 دقائق إن شاء الله ينتهي الويبينار، وإن شاء الله يا رب استفاديتوا من هذا الكورس التعليمي، وما أريدكم تطلعوا من هذا الكورس ولا تقولوا أنا خلاص أطبق هذه نسبة المخاطرة وهذه الخطورة، وأقتنع أنه رأس مالي قليل لازم يكون ربحي قليل، وأنه رأس مالي كبير مو معناه أنه أكبر اللوت وإلى آخره. حبيبي على رأسي أخ محمد، أخ مصطفى على رأسي، أخ ستيفن على رأسي الله يخليك، أخ شوان على رأسي يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله نلتقي على خير وعلى بركة الله ننهي هذا الويبينار التعليمي. كل الشكر والتقدير إلى شركة إكويتي وإلى الأخ محمد، تحياتي لكم ويا رب الرزق الوفير.